نعم، إذا كانت العائلة الكريمة مدخولها ضعيف وما تستطيع أن تسير حياتها وأمورها فهي فقيرة، والفقراء يستحقون زكاة الفطرة ويستحقون الخمس، فيحق لك أن تأخذي زكاة الفطرة، ولا يجب عليك أن تدفعي زكاة الفطرة أصلا. يعني زكاة الفطرة من واجبات الأغنياء وليس من واجبات الفقراء فقراء. مثل نعم الحج، فأنت تأخذين الزكاة ولا يجب عليك أن تدفعي الزكاة. واضح.